بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من نوابغ مصرية، ومصر مليئة بالنابغين والنابغات والنابهين والنابهات والأصوات الحسنة، لأن القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر. معنا اليوم ابننا الشيخ محمد فهمي، المنشد والقارئ والطالب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر. أهلا بيك يا شيخ محمد. حضرتك يا دكتور منورنا يا حبيبي ومشرفنا إن شاء الله. الله يبارك في عمر حضرتك. أحسن حاجة في الدنيا مدح سيدنا النبي. صحيح. فلو مدحناه بقى نقول له إيه؟ سمعنا كده. أغمضت عيني كي يراك فؤادي. يلا بسم الله. يا سيدي يا رسول الله، أغمضت عيني كي يراك فؤادي، أغمضت عيني كي يراك فؤادي، وسمعت آتي علي تنادي، أغمضت عيني كي يراك فؤادي، وسمعت آهاتي عليك تنادي، أدركت أني في هواك، أدركت أني في هواك، أدركت أني في هواك متيم، وعلمت أنك بغيتي ومرادي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على الحبيب الشفيع. الإمام البصير رحمه الله أصيب بشلل، فقال لأكتبن قصيدة في مدح رسول الله، فكتب القصيدة وجاله سيدنا النبي في الرؤيا، حتى هو كان كتب صدر بيت ولم يتم البيت، فمبلغ العلم فيه أنه بشر. فسيدنا النبي قال له اكتب يا بصيري وأنه خير خلق الله كلهم، وألقى عليه بردته فقام من نومه وقد شفي من مرضه وانتشرت قدماه، فسمى القصيدة اللي كتبها بالبردة، بردة المديح، بردة للإمام البصيري رضي الله عنه وأرضاه. فمدح سيدنا النبي يشفي من العلل ويشفي من كل داء ويفرج الكروب والهموم والغموم، فربنا يجعلنا وإياكم من المحبين الصادقين في دعوة حبهم لرسول الله. اللهم أمين. اللهم أمين. فاصل وهرجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. المصريين امتازوا بمدح سيدنا النبي ويبدعوا في الأناشيد وفي القصائد وفي الابتهالات الدينية. من الحاجات اللي انتشرت في مصر وربنا جعل لها القبول
قصيدة بتقول بحبك وبريدك واتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك. اللي كتب الكلمات دي رجل من الصالحين، الشيخ محمد عوض المنقوش، هو ليبي والآن مقيم في مصر وخد الجنسية المصرية، ربنا يبارك فيه وينفع بيه. نسمعها بقى بصوتك الجميل يا شيخ محمد. ماشي يا دكتور، نسمع بحبك وبريدك. يا الله حبيبي. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك اريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. حبيبي محمد ما في زي اتنين، حبيبي محمد ما في زي اتنين، حب ساكن قلبي بيزيد كل اتنين، جماله دلاله متغطي بجلاله، جماله دلاله متغطي بجلاله، وتقعد قباله تشوفهم الاتنين. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. يا أجمل هدية هدية من رب البرية، يا أجمل هدية هدية من رب البرية، لكل الدنيا دية يا جد الحسنين. ما هو انت أمرها وانت اللي منورها، ما هو انت امرها وانت اللي منورها، يا مفتح اسرارها يا سيدي يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. حبيبي وعيني عيني سيدنا النبي عيني، حبيبي وعيني عيني سيدنا النبي عليا، ده انت الغالي عليا عليا يا جد الحسنين. وبنتك البتول بعيونك يا رسول، وبنتك البتول بعيونك يا رسول، نرجو منكم قبول يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك مداحك ومريدك يا جد الحسنين. مصلي عليه، اللهم صل على سيدنا النبي. ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. يا رب اجمعنا بسيدنا رسول الله دنيا واخرى يقظه ومناما جسدا وروحا حسا ومعنى، اللهم امين يا رب العالمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى. رجعنا لحضراتكم تاني ولازال معانا ابننا المنشد محمد فهمي. شيخ محمد، لو قلت لك مين هو القدوة بتاعتك في الابتهال من المبتهلين اللي موجودين دلوقتي؟ طبعا احنا لا ننكر فضل المبتهلين القدامى علينا في تعليمنا التراث، طبعا التراث الانشادي، الشيخ نصر والشيخ عمران والشيخ عمران والشيخ نقشبندي والشيخ طبار والشيخ طه الفشني وغيرهم كتير. ولكن
أنا بجانب مشايخنا الكرام رحمهم الله، في واحد أكيد يبقى ملهم ليك، كان يعني في حد أثر فيا جدا من وأنا صغير، طبعا ده الشيخ أبو سريع، الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. تحية من خلال البرنامج للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وهو من كبار المبتهلين في مصر حاليا، ربنا يبارك فيه يا رب. فأنا تأثرت بيه كتير وأنا صغير، لدرجه ان انا في المحافظه عندي وفي البلد في ناس بيسموك ابو سريع الصغير، ابو سريع المنيا، ابو سريع الصعيد. طب يلا يا عم اتحفنا بنفحات ابو سريع، وهو اشتهر بيا امين ابو شراكي طبعا، انت سمعنا بقى متى يصح نسمع مدح كده صغير، ممكن ناخد بيتين من امين ابو شراكي. يلا بسم الله. سيدي يا رسول الله، في حب زينب يروق لنا الكلام، وفي محرابها يحلو يحلو لنا القيام، في حب زينب يروق لنا الكلام، وفي محرابها يحلو لنا القيام، هي بنت من، هي أخت من، هي بنت من، هي أخت من، هي بنت من، هي أخت من، هي بنت فاطمة الزهراء والإمام، أخت الحسنين ذوي القدر الرفيع والمقام، من زارها بحب أبدا 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 لا يضام، فهي التي كل العلاة لها خدام. رضي الله عنها وارضاها. يا سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشى يسبق النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور، يا آمين بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك، بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب، وما تري منه تعب هذا نبي زاكي، شعبان شهر ثاني والنور منه باني، هو صاحب القرآن وربنا أعطاك، رمضان جاءك بالهنا يا ستنا نلت المنى، نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك، شوال شهر رابع والنور منه ساطع، ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك. ما شاء الله، اللهم صل على الحبيب الشفيع. الأنشودة بقية ولكن علشان وقت البرنامج، أيوة يعني ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، ما شاء الله.
ويبارك في كل المنشدين والمبتهلين، ويبارك في أولادنا وبناتنا جميعا. خلوا أولادكم يتعلقوا بسيدنا النبي وبسماع مديحه الشريف، فما سمع المديح في بيت إلا وازدادت البركة فيه. ربنا يصرف عن بيوتنا الشياطين والوساوس الإنسية والجنية والعين والحقد والحسد ببركة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبارك في أولادنا وبناتنا، وأن يوفقهم في الامتحانات، وأن يجبر بخاطرنا فيهم إن شاء الله. اللهم آمين. شرفتني يا شيخ محمد، الله يبارك في عمرك. وإن شاء الله قريبا كده نتمتع بيك في إذاعة القرآن الكريم، مبتهل من كبار المبتهلين في مصر إن شاء الله. يا دكتور دعواتك. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.